بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المحبة بالاتباع وليست بالابتداع، وحب من غير عمل ولا دليل إنما هو حب عليل. وهذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة، ومن ادعى ذلك فهي دعوة مجردة. فعلامة محبة الله تعالى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. آية الكتاب نعلو به هام السحاب.